هسه راح اشغل لكم الشاشه وحتى نرجع للمثال. فش عندنا هنا؟ عندنا هنا البرنامج نشرح به الانكريمنت والبروست انكريمنت والبري انكريمنت. شلون عندنا هسه هذا المين الى اخره، هي هسه بعد تعرفتوها. عندنا هسه متغير سميناه سي، والسي حطينا له قيمة أولية اللي هي 5، وهنا اجينا طبعنا قيمة السي، وهنا اجينا طبعنا السي بلس بلس، ونشوف شنو الإجراء اللي راح يصير، وبعدها نطبع السي. هنا هسه هاي عوفك من عندها، هذه عوفك من عندها، نشرحها بعدين. اوكي، نجي هسه هنا، هذه هماتين عوفك من عندها، نشرحها بعدين. زين، هسه نجي هنا عندنا هسه هذه البري، يعني هي الزيادة السابقة. خلي نغير هماتين السي، نخليها 5، خلي نخليها مثلا 8. اوكي، حتى لا تتخربطون. رجينا رستنا قيمة السي، غيرنا قيمتها، خليناها 8 بدل ما كانت 5. اجينا طبعنا القيمة الأولية، وبعدها سوينا البري ديكريمنت، وبعدها ايش سوينا؟ سوينا طبعنا المتغير بعد انه سوينا نفذنا عمليه البري ديكريمنت. هسه خلينا نجي نشغل البرنامج ونشوف. تلاحظون هنا بالبدايه 5، هنا عندنا بالبدايه 5. اوكي، زين، هذه الخمسه اللي هي القيمه الاوليه المتغير، هذه وياها هذه القيمه الاوليه المتغير اللي هي 5. زين، عندك اول شيء طبعنا المتغير وطبعنا، وهي قيمته 5، وفعلا هي قيمته 5. زين، اجينا للسي بلس بلس، واللي هي هذه البوست اللي هي ما بعد، العمليه الجمع تكون ما بعد الاستخدام المتغير. زين، اجينا هنا شنو اللي قلنا؟ سي اوت سي بلس بلس. قبل شويه زميلكم شو اقترح؟ اقترح انه والله بالسي بلس بلس لا راح تزداد 6 مباشره. لا، هذا شو وقت راح تزداد؟ راح تزداد بعد انه يعني اجينا استخدمناها وطبعناها، تلاحظ القيمه ما تغيرت، 5 ظلت مثل ما هي، وبعد ما انطبعت وخلصت يعني وصلنا لنهايه العباره هذه، لا صار ذاك الوقت تنفذت السي بلس بلس، يعني ازدادت قيمه المتغير بواحد. وبهاي الحاله السي راح تكون تنطبع وهي متغيره، يعني هنا ايش صارت؟ طبعا 5 زائد 1 6، وهذه هي 6 اللي انطبعت هنا. زين، نجي هسه للجزء الاخر اللي هو البري، يعني هو ما قبل. ما قبل ايش صار هنا؟ غيرنا احنا قيمه الى 8 وطبعنا السي، السي هنا 8، اوكي؟ فهي قيمتها مثل ما احنا خليناها هنا بهذا السطر. زين، الساين حتى نغيرها حتى لا يشتبه اللي يقرا. زين، هسه ايش اجينا؟ عفوا، هسه ايش اجينا هنا؟ هاي الثمانية اجينا غيرناها الى العفو، اجينا كتبنا بلس بلس سي. هسه مثل ما تفضل زميلكم قبل شوية قال، هسه تغيرت القيمة أول شيء، تنفذت العملية باعتبار أنه هذه بري مو بوست، بري انكريمنت يعني الزيادة قبل، فنوخذت البلس بلس. معناته انت طبعا حتى تفهمها، اذا البلس بلس بعد يعني راح يصير بعد، اذا البلس بلس قبل معناته العمليه راح تصير قبل، معناته تزود اوتوماتيكيا. يعني هسه معناته انت السي اوت هنا صارت الزياده واللي هي صارت 9 وانطبع، يلا تنفذت هذه العمليه، يعني قمنا بعمليه البلس بلس، يلا تنفذت هذه العمليه البرمجيه. ولهذا تلاحظ انه الطباعه هنا بعد ان ازدادت قيمه المتغير بواحد واللي هي صارت 9. وهاي مجرد التاكد، طبعناها مره ثانيه وفعلا هي القيمه 9 اللي هي اصلا اتغيرت. قبل لا ننتقل للماينس ماينس، اكو احد عنده سؤال بهذا الخصوص؟ احد يعني شغله ما فهمها، لان هي شويه نوعا ما معقده تدوخ. ايش وقت راح تفهمها 100% وتكون مضبوط بها 100%؟ ان شاء الله من نستخدمها بالفانكشنز،
ولا حتى مو بس الفانكشنز نستخدمها استخداماتها اللي هي اهل الها. احد هسه عنده سؤال؟ لو نكمل خوش نكمل. هسه نرجع مرة ثانية هم نرصد قيمة السي. خلي نقول السي هنا نساوي 7. اوكي زين السبعة وش عندنا بعد هنا؟ خلي نغيرها هنا نقول السي تساوي 10. اكو غلط هسه بالبرنامج اللي كتبته؟ لو ماكو غلط هسه التعديل اللي سويته اكو بي غلط؟ لو ما بي غلط احد لقطها؟ لا السي 8 وسوينا لها 1 هسه 9 غير لو الجوله الفور. لا 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 هسه بالاضافه الكود اللي اضفته اكو غلط لو ماكو غلط؟ صحيح كله لازم اندرس هذه فارزه منقوط. احسنت احسنت هاي انتبهوا لها كلش انتبهوا لها. زين هسه ايش عندنا احنا؟ عندنا راح نغير قيمه السي ونخليها 7 ونجي هماتين. هسه هالمره بوست ديكريمنت يعني هالمره ننقص بواحد مو نزود واحد. فهنا ايش راح يصير؟ ها اصلا ما يشتغل بعد يشتغل نرجع نسوي لرن. هسه هذه بالبدايه اللي هي 5 5 6 اوكي اللي هي هذه. هسه نجي لهنا السي تغيرت قيمتها 7 طبعناها 7. لما سوينا البوست ديكريمنت تغيرت القيمه؟ لا ظلت القيمه مثل ما هي. بعد ما خلصت التعليم البرمجيه صار التنقيص بواحد وصارت القيمه 6. هسه نجي لهنا البري يعني الزياده اللي قبل خو ازدادت ومثل الوريد وماكو اشكال وطبعناها 8 وبعدها 9 9. هسه نجي للبري ديكريمنت اللي هي هذه اللي هي هنا أنا هذه اياها ايضا الماينس ماينس بالبدايه احنا ايش قد خلينا؟ خلينا 10 وطبعناها هي فعلا 10 مثبته. لما نقصنا تنفذت الناقص ناقص يلا تنفذت التعليم البرمجيه وهاي وياها طبعناها 9 وفعلا ثبتت 9 عليها. هسه اعتقد هسه هذه نوعا ما مفهومه بالنسبه لحضراتكم. اكو احد عنده فد يعني استفسار فشي ما ضبطها؟ يا ريت تسالون هسه قبل لا ننتقل. هذا هو؟ هسه عندك هذا الجدول، شنو اللي يوضح لك بهذا الجدول؟ هذا الجدول يوضح لك هذا الجدول شو يوضح لك؟ يوضح لك الأولويات اللي هي هذه left to right، العفو الاتجاه للعملية left to right left to right left to right عدا هذه right to left. هذه اليونري البريفكس هذه رايت تو ليفت والباقيات هذه البوست فيكس بوست لا هذه ليفت تو رايت البريفكس لا رايت تو ليفت والبقيه ليفت تو رايت هذه ما اخذنا عليها مثال. نفس الكلام بالنسبه لهذه الاساينمنت الاساينمنت رايت تو ليفت تنفيذها يعني هذا الجزء يتنفذ وبعدين يروح ينتقل لهذا الجزء نفس الشيء هنا أنا.
هذا وبعدين ينتقل لهنا. زين، هذه شنو معناتها؟ زائد يساوي، ناقص يساوي، هذه عبارة عن مختصرات، عن مختصرات. يعني مثلا بدل ما أقول X تساوي X زائدا 5، احنا أخذنا زائدا 1 اللي هي بلس بلس وماينس ماينس، لكن هل ممكن أن نجمع مع رقم آخر؟ اي كلش عادي. فيقول لك أنت لا، تكتب X بلس يساوي 5 هي مكافئة لهذه العبارة، هذا مكافئ لهذا. ونفس الكلام بالنسبة للماينس، بالنسبة للضرب. هاي عندنا، هذا هو البرنامج، هذا هو البرنامج. هسه خلينا نشير الشاشة. هذا هو البرنامج، مجرد يشرح لك، يقول لك هذا شو اسمه القيمة البرودكت زين ويا الاكس بلس بلس، وهنا ايضا البرودكت تساوي البرودكت مع الاكس بلس بلس والفرق بيناتهم. هذا طبعا ان شاء الله مو هسه نشرحه، من نوصل الى الفور لوب ان شاء الله نعيد عليه ونركز عليه بعد اكثر. هذا نفس البرنامج، ماكو اي اختلاف، مجرد اعادة. هسه ننتقل